أعزائي المتابعين متتبعين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، عشاق كرة القدم في كل مكان، عشاق كرة القدم ومحبي كرة القدم من كل زمان ومكان، هنا هذه المواجهة التي تجمع الأسطورة بفريق اتحاد المعابدة، وكأن بطولة مكة الكبرى تعيد نفسها من جديد في بطولة البحر الأحمر. اليوم التكنولوجيا ألحقت بك بهشام الشافعي، كورة عن طريق حمو، كنترول عن طريق أيوب، 1-0، ولكن ضاعت الكرة الماضية. بداية من تعتبر من أقدم اللاعبين من سنوات ماضية يا عوام، هذا من مكتسبات أكاديمية الكعك في زمن ماضي، لما كان في 2007 2006 كان برعم صغير، كان روعة يا أدو 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 أدو، يوزع كورة خطيرة، 1-0، جول مش ممكن يا أيوب، هذه من الوان تاتش، هذه من اللمسة الأولى يا أيوب، على غرار العادة يا أيوب. يريد أن تستمر هذه المواجهة بروعة وروعة، كرة مع الهولندي الآن، هذه 1-0، جعنا مش ممكن، اضرب الكرة الماضية، ماذا تريد؟ صوب اضرب كرة، مش ممكن، مش معقول، أي كرة كانت أمام التوش، هم يشربوا، العين ما زالت صعبة، ولن تعود الكرة وتأتي الكرة لمصلحة العيشان، يوسع كرة الآن، سأل الكرة الماضية عثمان، ضربة من مؤيد، كرة الآن مع مهند. بين السطور تمريرة لخالد الآن، الانقلاب موجود، أيوب لكسناوي، كسناوي تمريرة لهشوم الآن، خطيرة خطيرة، 1-0، مش ممكن على الكرة الماضية، ولكن اليماني جانبية بيضاء لمصلحة الليون اللون الأبيض ولمصلحة الأفس دراغاو، يتقدم الآن من جديد، خطيرة الكرة من علام، عرضية خطيرة، أيوب كرة خطيرة، جول جول، مش ممكن على الكرة الماضية، أيوب كرة، هذه أدية، هذه كرة بلانتي، هذه بلانتي تعتبر الزاوية الصعبة والمستحيلة، وقال لماذا فكرت في القوة؟ لماذا اخترت القوة يا خالد؟ يليق باسمي واسم الحي. لن ينتهي الشوط الأول، عمار الحبيب قدم لنا الشوط الأول ممتاز، الفريقان لم يقدما ما هو مأمول منهم. فلات أحمد مطلق، يحيى مشيب، أيضا مؤيد المولد، محمد الشريف، محمد عيشان، عبد الله فريد، فهد الاسمر، لا كرة خطيرة من خالد، خالد عرضية من راس، لا مش ممكن على الكرة الماضية، عدت يا دو، عدت يا عبد الرحمن يا دو، 1-0 الافتتاحية تضيع من جديد، العبور لقطة تعود من عبد الله فريد، الانطلاقة من الشومي، يقدم الشومي الآن، لقطة ممتازة خطيرة، خطيرة مش ممكن، والقراءة عن طريق محسن، يماني يقرأ الكرة الماضية، يحاول الشومي الآن، الشومي يوزع كرة لعلام، علام كنترول، علام تمرير، علام مرور، هذه خطيرة، جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، 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 عرفت بأنها جول، خللت بأنها جول من الكنترول، من الضربة، من الكورة في التوش، جول، 1-0، برهن، دون، عنون، اكتب الشنقيطي كجولاثو على هدف كان ممتاز يا ولدي، على الصاروخ، الله على صاروخ، كورة ممتازة من أيوب، لمحة كانت ولا أروع عن طريق البرناوي، أيوب لو مكانك مهاجم ثاني يعطيها كنترول بالصدر ويصوبها بذاته، ولكن أيوب خبرة السنين، أبو خلطة زمن ماضي وخبرات كبيرة، من الفريق الشاطئ إلى رمية جانبية، حقيقة مباراة الفريقين التي كانت في بطولة مكة الكبرى أكثر حيوية، أكثر نشاط، أكثر سرعة، أكثر قرارات، خطيرة العرضية ممتازة والكورة عدت إلى ضربة مرمى، العرضية لو كانت على الخارج لكانت أخطر، سحب الراس، مروان دقو، أيوب الأربع تصويبة خطيرة مش ممكن يا أيوب، رائع يا برناوي، أروع منك ما فيش، أحلى منك ما فماش، التصدي يا محسن يا يماني، ولكن اليماني كان رشيق، اليماني كان رشيق، دقوا يوزع كرة للقائم الثاني بالراس، ما زالت خطيرة، يمشي مروان، 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 1 سنتيمترو، خالفة،
الأفضل الأميز من بين قلوب الدفاع اليوم. كورة لخالد الآن علام، هذه كورة ممتازة، التمريرة هذه واحدة، هذه اثنين، الهربة، الكورة خطيرة والهدف. جول 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 عن طريق السياف، عن طريق أيوب برناوي، جول وما لا جول، هدف ثاني وسجل عن أيوب بعد كورة كانت دراماتيكية، بعد مسلسل كان رائع. ليس لي حق بأن أعلق، ليس لي حق بأن أقول جول، التغيير سيجرى، ولكن انتظروا بعد الهدف. الآن الثين بلاش يا أيوب، الثين بلاش، أحلى منها ما فماش. الثين صفر الآن عن طريق البرناوي، بعد كورة علام يسلمها، كورة تمشي بالسليم، تمريرة ولا أروع في التسليم. الآن تغيير اللون، نفس الهواء، نفس المواجهة، انتصار 2-0 عن طريق الأسطورة نادر تكروني. يلعب كوري علام، علام علام علام، يا ربي خطيرة. الثاني جول 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 جول، صاروخ لا يصد ولا يرد عن طريق علام، علام يشرها في الإعلام. جول 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 جول، وان دوس تريس لاشامارتين، هدف ثالث يسجل، هدف ثالث روح بيه، هدف ثالث يضرب بيه. عثمان بعد أن قدم مباراة أسطورية خربها في النهاية، مش ممكن على عبور، جنون في المرور. كمان ترايح يا علي، يا ميسي، علي ميسي يحييكم ويمسي عليكم بهدف ثالث الآن بعد أن سجل وصنع في المباراة هدف ثالث الآن. وان دوس تريس، ثلاثة أهداف والأروع، بعد تسجيل كريم وبعد ضرب روما العميد يخترق الحدود، هنالك في مونديال الأندية، هنالك في ملعب الجوهرة. نتمنى له كل التوفيق أمام الأهلي المصري، المصراوية سيغنون أهم أهم أهم، الشياطين الحمر بين ملعب عميد. انتصار من جديد، حديد في حديد، 3-0. لا تقرأ لا تكتب عينيك ما تشوف غير النور.